اخوان صار هيدا صاحبنا ماشي هلا بيوصل. انت ما اخذت الحبه تاعك كاحلك؟ بلا عندي بس عندنا شغل. مرحبا. اهلا اهلا فيك. اهلا بعباس. اهلا فريد. اهلا بالامير عباس. اهلا شناطفه حبيبي. اهلا باللورد. شو هالتفخيم هلا والترحيب هلا؟ لانه بعدين ما رح تصير تقول لنا مرحبا. ليه بقى؟ ما بدك تساوي قرشين؟ هلا بتفوتي بدك تساوي قرشين وقرشين وثلاثه، كل مره بفوت تساوي قرشين تطلع في الضرب. عشو قلت لي هلا طعا ونزال ودخيلك وحياته موت؟ ماني رح اقول لك. شو شناطفه خبره؟ لك يا حبيبي القصة وما فيها. نعم. ليش ما بتخبره انت؟ ما انا ما بقدر خبره. ليه ما فيك تخبره؟ لو ما انا كنت بالاسطبل. ايه. وقع المرينة على نص دين ظهري. صحتك صحة. شو عرفك؟ ليش في غيرها الجملة بتقولها؟ بالفعل صح انا صح. المهم اللي قل لي من الاخر شو فيه؟ عباس في امير صاحبه لابويا امير خليجي بالخليج. اوف. من العائلة الكبيرة الحكام. اوف. الحكام الحكام؟ ايه. حكام الامراء؟ لك لا. بحكام تاع الطلمطوشة الفطبال. طيب ما في ماتش ما بحكمه هيدا. طيب المهم شو؟ مكسور على كمبيالة. امير مكسور على كمبيالة؟ قصت مدرسة ولاده ما قادر يدفعها. ضل ابويا. اه. لانه بده مين يساعده. قام ابوك؟ قام ابوي حوله لعندي. اه لعندي. اعطاه رقمي مع انه انا ما عندي تليفون. كيف وصل لك طيب هذا؟ ضل شناطفة عندي. قال له انا رجعت قلت له وصل لعندك انت؟ ايه طبعا طبعا. وانت ليه بتضلك ايه؟ ما انا كنت بالاسطبل. ايه وقعت المارينا على نص دين ظهري. وصحتني صحة. لك شو عرفك؟ ما عم نقول لك ما في غيرها هالجملة عندك انت. حاصل انه تفضل. هيدي اللي عم بقول لك اياها هيدا الشيء. ايه هيدي صفقة العمر. طيب هي صفقة العمر كيف بدنا نصفق العمر بقى هلا؟ كيف بتصفق الهواء؟ نفس الشيء. طيب احكي لي بقى كيف بقى شو هي كيف الصفحه شو نوعها؟ فيها مهر جديد. شو في مهر؟ مهر ابن الله مهر ابن الله الحصان. اه والله. اه حصان يعني كيف الكر ابن الله الحمار. ما تأشر علي. اه المهر ابن الله الحصان. اها شفت كيف الحصان أشر علي. اه هيدا للمهر. اه اذا قلنا له اسمه ما يوم يروح يبقى. لا ما بيسترجم. اسمه سيف الخرمة. شو اسمه؟ سيف الخرمة. شو هيدا سيف الخرمة؟ هذا الحصان تبعته بيجيب لك مصاري وبيجي. شو عم تحكي؟ مثل ما عم بقول لك. اه والله؟ هذا الحصان لا عباس ما لا حدا. ما لي مصلحة. لا 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 لحظة. خيي ما لي مصلحة. ما بدك تساوي قرشين؟ هلا برجع بقول لي بدك تساوي قرشين. خلص بلا بنشوف غيره روح يا شنطة. لا طول بالك لحظة ما تشوف غيري. خلينا نتفاهم عليها بس بدي اياها مضمونة. أكيد. طيب. هيدا سيف الخرمة هلا. سيف الخرمة من عائلة مهمة يعني؟ طبعا معروف مين ابوه من امه. قل له مين؟ قل له مين؟ مين ابوه؟ أبو اسمه يا خيل الليل. ابوه اسمه يا خيل. ايه سيف الخرمة وابوه يا خيل الليل. ايه وامه شو اسمها؟ ردي على التحدي. ايوه 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 انت زقف بس زقف. سيف الخرمة. ايه هيدا خطة القمر. طيب هلا قلت لك انت ما عندك حساب بالبنك؟ قلت له لقينا هون هون. هيدا المدخل تاع البنك؟ هيدا المدخل تبع المكنة اللي بنسحب منها مصاري. هلا هيدي بتسحب منها مصاري؟ ايه بنسحب منها ايه مصاري. وينو هيدا الزلمة اللي تاع المصاري؟ لك ما في زلمة ولا مرة ولا ما حدا بتحط الكارت وبيطلع منه مصاري. قرب. قد ايه المصاري يلا لنفهم؟ 3000 ورقة. شو هني هون؟ 3000 دولار؟ لا 3000 ورقة تاع الحمام. لك حصان ب 3000 دولار؟ مار. هيدا الأمير الخليجي هو وصلها أبوي قال له روح قول له لابنك خليه يشتري. قرب لقلها. اسحب. قرب. اسحب عباس. قرب. يلا عباس. حط عباس. ايوه. حط. ايدك هيك ما حدا يطلع. ايدك هيك. قلت لي هيدي شغله مضمونه؟ مضمونه. ها؟ ها؟ هات لشوف. عاد يا حني خلص خلص لكم. لا يعطيك اياهم عطال. قول له يعطيك اياهم. اعطينا اياهم اثنين جداد. لك ما في حدا هون. شو عم تحكي مع مكنه انت؟ لك حبيتوا هالكارت هذا وين ببيعوا منه؟ ما ببيعوا منه هذا معلم. هذا بتجمع بعرق جبينك وبتحط بالبنك. ايه ببيعوا منه قال. مش لما تحطها بتطلع لك مصاري. شريف. طيب عباس هلا مش الحال. هلا اخذت المصريات. المصريات لا تفكر اني انا عم ببل فاك. ما عم تبلفنا. انا راح اروح هلا اجيب ادفع حق المهر. اوكي. والمهر بكون عندك. ايمتى من انا بكون عندنا المهر؟ المهر بكون عندك خلال 8 اشهر. ايوه خلال قد ايه؟ 8 اشهر. ليه 8 اشهر رح تدفع حقه هلا؟ ندفع حقه هلا. ليش بده يجي بعد 8 اشهر معه؟ لحتى تخلفه امه. لحتى شو؟ تخلفه امه.
ليش بعده منه موجود بالحياة؟ أمه بعد ما حبلت ببطن كمان منه ببطن أمه؟ ما بدك تحط إيدك معنا؟ بشو بدي أحط إيدي معك؟ بتنط على بيتك؟ ما عندك من هول المجلات تاع الساكس؟ ده شو بدي فيهم هون؟ حتى نروح لعند خال الليل. مين ومين؟ أنا وياك وشنطفة. ما في روح معكم. ليه؟ ما كان بالاسطبل. وعلي المرينة. صحتك صحة. صح عرفك. ما هذه هي. هلا طول بالك. المهم. تجيب المجلات وبتروح لهونيك شو بدي أعمل؟ حتى نولعه للحصان. نولعه؟ نولعه. إيه. وأنا وياك بنحط إيدنا معه. لعند نصيب الأضواح. ما تصبنا الأضواح تاع ردي على التحدي. خد عم زراب مصاري. لهلا انا وياك بدي روح اعمل لحتى لي اجيب الهدا وصيب الادواح وبركي ما صبنا الادواح بكون عوضناك البركه. يعني بكون انا اكلت الضرب من وراك انت. ما خصني انا. هلا ما تقلي ما خصني انا، مش انت اللي بعت وراي انه تعا قضيه حياته مات؟ مزبوط انا. ومش انت اللي عم تقلي بدي 3000 دولار لنجيب المهر؟ مزبوط انا. يعني انت اللي بتكون طلعتني الضرب؟ ما خصني انا. عشان اللي بخافي وما اني بقى. شو اشبك عم تشنك بطلوع؟ لك انت اللي عم تبليني بلوه. عم جيب لك رزق ما بتعرف قيمتها. لك الله اكبر عليك. امشي يا شنطفه. وين رايح انت؟ رايح معه. هلا صار فيك تمشي؟ رايح على الاسطبل. انت ما رح تغير الصباط؟ هيدا قديه بس. قديه بس؟ ليك ثلاث اشهر عيط.